السلام عليكم، كيف أصدقائي؟ من قناة من قناة نيمو. اليوم بدي أعرض لكم تحديات السكن اللي ظاهر أمامكم. التحديات اللي هي لسه ما نزلت، رح تنزل تقريبا بتسعة الشهر 9/1/2020. أنا نزلتها قبل بوقت من عن طريق موقع تسريبات، فالتحديات تقريبا 100% مظبوطة. ولو في شي متعدل لما ينزل التحدي، يا ريت تضل عم تطلع على التعليقات. أنا رح ثبت تعليق دائما تحت بالفيديو، بأي فيديو أنا بثبت تعليق. اي تعديل بيصير، اي شيء بيصير، لانه الشركة احيانا بتعدل تحديات. وبترككم مع الفيديو الشرح الكامل لكل التحديات، ومع كل تحدي رح اورجيكم صورة، ورح نزل صورة عندي كمان بالجروب اللي هو اسمه نيمو الموجود تحت بالوصف. يا ريت تشوفوا كمان وتفوت على هذا الجروب، لانه انا بنزل صورة التحدي هذا وبنزل كذا شغلة يعني. وانت كمان شارك مع اصحابك، شارك بهذا الجروب اي شيء بدك اياه. الجروب لسه باوله، بيكبر فيكم. في رابط كمان الديسكورد موجود تحت بالديسكريبشن بالوصف، في ناس تلعب معه عفوا وناس كلها محترمة. فخليكم مع المقطع ومشاهدة ممتعة. أصدقائي، والمكان الأول هو معنا اللي هو زور ثلاث عربات أكل. ثلاث عربات أكل هدول أصدقائي رح أعرض لكم مكانهم واحدة واحدة. أول واحدة بتلاقوها تقريبا عند ليزي. اصدقائي، اول عربة اللي حتلاقوها هون عند ليزي تقريبا، قريبة على ليزي من فوق هون عند هذا الشارع. كل اللي عليك انك انت تنزل عند هاي العربة وهيك بتكون خلصت المكان الاول لعند العربة الاولى. هلا بعرض لكم العربة الثانية اصدقائي، والعربة الثانية بدي اعرض لكم اياها، هي موجودة عند بليزنت، قريبة على بليزنت من فوق مثل ما معروض عندكم بالشاشة. بهذا المكان انت بتكون زرت الشاحنة الثانية، بصفى عندك شاحنة ثالثة رح اعرض لكم اياها. وهي الشاحنة هون تبع البرجر، كل اللي عليك انك تجي توقف بجنبها وهيك بتكون خلصت، وهيك بتكون انت خلصت المرحلة الثانية من التحدي. اصدقائي، والمكان الثالث للعربة اللي هي العربة الموجودة بجنب سيلتي اللي هي هون قدامكم بالخريطة. كل اللي عليك انك انت تجي لعندها وهيك بتكون خلصت المهمة الاولى من المهمات تبع السكن. والمهمة الثانية اصدقائي اللي هي بدك انت خلال اللعب تبعك بدك ترقي الميداليات تبعك، هي للسيلفر او للفضي. شو يعني؟ يعني انت عم تلعب في عندك كذا شغلة مطلوبة منك، انك تدمج وتفتح صناديق وتكسر خشب وهيك. كل اللي عليك انك انت عم تلعب خلال لعبك انه انت رح ترقي الميداليات تبعك للفضي خلال لعبك يعني. واذا واجهت اي مشكلة بهذا التحدي اكتب لي بكومنت وانا بجاوبك دغري، بعدل لك اياه للتحدي. وإذا صار شي معك اكتب لي بالكومنت. والتحدي الثالث أصدقائي هو إنك بدك تقتل ثلاث أشخاص بإس إم جي. كل اللي عليك إنك أنت عم تلعب بالإس إم جي تقتل ثلاث أشخاص، وهيك أنت بتكون خلصت المهمة الثالثة تبع مهمات السكن. أصدقائي، المهمة الرابعة اللي هي إنه بدك تفتح أنت سبع صناديق بأماكن غير مسمى، اللي هي اللاند ماركس اسمها بالشابتر 2. بهذا الشابتر عملوا هذا التحدي بالاماكن الغير مسممة، معناتها مثل الشابتر 1 كانت غير هيك، بهذا الشابتر 2 كل اللي عليك انك انت تفتح سبع صناديق باماكن غير مسممة. مثلا عندك هذا المكان هون، في عندك هون، وفي عندك هاي الجزيرة. اي مكان غير مسمى، في عندك هاي الجزيرة، اي مكان مو مسمى اصدقائي تقدر تفتح فيه سبع صناديق، وهيك انت بتكون خلصت المهمة الرابعة من المهمات السكن. اصدقائي، والمهمة الخامسة اللي هي عليك انك انت تشرب شيلد او تاخد ميد كيت وتعالج نفسك 100. شو يعني 100؟ يعني مثلا مثل مظاهر امامكم تشرب 4 ميني، هيك انا شربت 2 ميني، هيك انا عالجت حالي 50. بدك تعالج حالك 100 سواء بالميني او بالميد كيت، بالهيل او الشيلد. كل اللي عليك انت مثل ما مذكور قدامي بماتش واحد، انه بماتش واحد بدك تعالج نفسك يعني خلال لعبك. بتشرب شيلد بتفول للمية، او بتاخد ميدكيت بتفول للمية، هيك انت بتكون خلصت هاي المهمة. بس بدك تعملها ثلاث مرات، وكل مرة بماتش مختلف، يعني بكل ماتش مختلف بدك تشرب 100 او تعالج حالك 100 لمدة ثلاث ماتشات، وبتكون خلصت هاي المهمة. والمهمة السادسة اللي هي بدك تستخدم اسلحة رمادي واخضر وازرق مثل ما موضح امامكم. الرمادي الاخضر ازرق بدك تدمج فيهم الثلاثه بجيم واحد لمده ست اجيام. كل جيم لازم تدمج الاعداء، اي دمج كان تدمج الاعداء بسلاح رمادي واخضر وازرق بنفس الماتش لمده ثلاث ماتشات،
وهيك انت بتكون خلصت هاي المهمة. والتحدي السابع اصدقائي هو انه بدك تكسر مباني الاعداء اللي هي 2500 دمج، كل مبنى له دمج محدد، الخشب غير والحديد غير والحجر غير. كل اللي عليك انك انت مثلا تحمل سلاح الاسود تكون ظاهر امامكم وتدمج بهالطريقة هاي. 2500 يعني حاول تدمج او تكسر مباني الاعداء 2500، وهيك انت بتكون خلصت المهمة السابعة. والمهمة الثامنة اصدقائي اللي هي انه بدك تنزل اول واحد من الباص مثلا، وتحاول قد ما تقدر انك تقتل اول شخص بينزل من الباص، او تصيد سمكة اول شخص انت تصيد سمكة بالجيم كله. شلون يعني؟ مثلا انا بوجهة نظري مثلا اذا كان الباص جاي من هاي الجهة، تنزل بهاي المنطقة هون 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 او هون او هون باي منطقة من هدول ثلاثة، تاخد صنارة او تاخد هاربون وتصيد بهالطريقة هاي. انت مجرد ما صدت هيك لازم تصيد اول شخص بالماب كله. اذا صدت اول شخص بالماب كله اول ما تنزل من الباص باي مود كان، سولو دو سكواد، هيك انت بتكون خلصت المهمة. او تنزل باول ما يجي الباص، تنزل من اول شخص بالباص انت، وتحاول تاخد اي سلاح وتقتل اي شخص، بس لحصرا لازم تكون انت اول شخص بيقتل عدو باللعب بالجيم كله حاليا. بس انا يعني ممكن ما تلحق تقتل، فالاسهل الك انك تنزل بهدول المناطق اللي حددته وتاخد صنارة او تاخد هاربون وتصيد فيها، وهيك انت بتكون خلصت المهمة الثامنة. بدها شوية سرعة هاي المهمة الثامنة. وهلا بننتقل للمهمة التاسعة. والمهمة التاسعة اللي هي بدها شوية شرح شوي بسيط زيادة، اللي هي انه بدك تدمج اعدائك باعداد معينة مثل مظاهرة عندك بالصورة. يعني بدك تدمج بالشوتجان، بدك تدمج بالبيستول، تدمج بالاي ار مثل موضح امامكم. شي بيطلب منك 200، شي بيطلب 150 دمج، مو شرط بجيم واحد، كذا جيم مثلا. بس لازم تدمج بجميع الاسلحة، الار بي جي، القنابل، اس ام جي، كل الاسلحة الموجودة عندك باللعبة لازم تدمج فيها بارقام معينة مثل مظاهرة بالصورة عنكم. تحدي بسيط يعني، كل اللي عليك انك انت بس تلعب وتدمج كل سلاح، تدمج شوي. بدك يعني تحاول انت مثلا تحفظ الاسلحة اللي انت دمجت فيها، مثلا مثل الاس ام جي والار بي جي والاسولت والشوت جان، بدك تدمج فيها بارقام معينة، 200 تقريبا يعني، فيك تقول 200 دمج بكل سلاح. وهيك بنكون خلصنا كل المهمات. مبروك عليك السكن بهالحالة هاي. انت مجرد ما خلصت هاي المهمات كلها، هيك انت بيفتح عندك السكن باربل اللي هو موضح امامكم بالصورة. وياريت ما تنسون من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكم كل التحديات. وملاحظة، التحدي ما رح يفتح غير لتسعة الشهر تقريبا، مو معروف امتى بيفتح. انا حاليا رح نزله هلا بخمسة الشهر، اليوم خمسة ما اي خمسة، انا حاليا اليوم رح نزله بخمسة الشهر. وانت ما يفتح يفتح يعني، بس هو صفيان له كم يوم بيفتح بعد الابديت. هو اكيد في ابديت بس انا مالي متأكد منه مشان ما احكي، انا متأكد منه المهمات 100%. وكمان لا تنسى انك انت تتابع وتشوف تعليقي اللي انا لحسبته تحت بالفيديو، اي تعديل رح يصير رح نزل دغري تعليق مثبت انا، وتشوف التعليق انت، وربما يصير في تحديثات او ممكن ينزل تحدي تاني رح اشرحه دغري بالتعليق. وهيك وصلنا لنهاية مقطعنا، وشكرا لكم كتير، برعاية الله.